صباحي الله معك يا سلمى. ان شاء الله منيحه. كتر خير الله. شو كيف كان حفل الجهاز؟ ما كان ناقص الا وجودك. كان من كل قلبي بدي اكون، بس بتعرفي ظروفي. خاطرك الله معك. بكره بمرق صوبك وبنحكي عن العرس. كامي تاخذ الطلبيه بيي. يلا رايح بيي، خلي ابنك البلمخ يقوم يساعدنا شوي. يا هاني هاني. يلا يلا دقيقه. يعني اديني هالدقيقة، من ساعة لو وصلت انت اديني دقيقة. يلا يلا بابا، هالمرة عن جد دقيقة. ولا يا بيي ما بدم لك الا مصلحتك، هاي اللي بتطعمي خبز. وقف لي الدرس واحكيني ندب. خيك من الصبح حزك مزك رايح جاي. قوم خلصني. فالج وما تعالج. دايماً على الوقت. يسعد صباحك. كيفك اليوم؟ صباح الخير. أهلا ست لميا. بعده مرتب، رح نعمله رتوش على الخفيف. أنت أدرى مني، اللي بدك يعمله. تأمري. دخليك، شو الأخبار عن هالغياب؟ سافروا الصبايا؟ ما بقيوا كل الصيفية؟ بقيوا شهر ولا دفن نبيل الله يرحمه ورجعوا سافروا. كنت سافرتي معه، غيرتي شوية جو. ما بحب السفر. والله معك حق. عزوقك ستنا؟ يسلموا هالديات. حطهم على حسابك. يلا بخطركم. أنا معك. طب اقطعي، حتى أنا ما بدي زبي شعري، مش فنجان قهوة. ست لميا، ست لميا، ست لميا، البقدونسات جاهزين، ناطرين صبيع النعنع ليفرموه، أنا بوصل لك إياهم على راسي، لو كنت مزهزع شوي. تأخروا شوي اليوم، خذوا معي فرمة. لا ما بيصير، إذا ما أخذون الصبي أنا بأخذهم بأمرك، يا هاني يا هاني. بي هاني واللي خلف هاني عنجل، أعطيها البقدونسات لست شاهل، قد ما بي. كيفك هاني؟ خذ، خلي الباقي بدك مني شيء؟ لا يعطيك العافية، بدك تغفر له أنا بغفر. ما تنسى الاعترافات. طيب. خاطرك. الله معك. أبونا ما تواخذني، كنت ناطرتك عايزتك شوي. خير سلمى قولي لي. بالنسبة لعرس ريما هيدا الأحد وحتكون ناسي؟ لا طبعا مش ناسي، الساعة 5 ما هيك؟ إذا ما إجينا شي من الله، أبونا بتروح بتتغدى عنا؟ ولا يا سلمى ما بقدر مشغول، بلكي غير مرة. هاني خيك أخذ طلبية البيت بطوني ونسي ربطة الخبز هون، خذ لهم إياها شهر، الحقوا. روح هاني تعا هاني، روح هاني تعا هاني. ليش قتلوك يا بيي؟ ها؟ وجعت بيي بس أوصوك.
انت ليش بخاطرك؟ مين بده ياخذ الطلبيات يا بيي؟ ولك حظي قليل يا بيي، يا عريس المقابل يا روحي، ايش بعمل انا؟ ايش بدك توصل العروسه بيي؟ خلص دخيلك اتركني، حسي بالذنب معصبه. ما اول على اخر كلنا رح نموت. بلكي المجدره تبع قولت امبارح كان بلا ملح. معقوله انت راسك بالك بالمجدره بلا ملح يا بلا مخ؟ الله يرحمه، شو بنعمل له؟ خبروني بعد ما شربت قهوه. اهلا صباح الخير. القهوه جاهزه. يا حرام ابو سامي ما بيستاهل. هسا كثير اولا بشيل الحال. هلا تاني دفن بظرف شهرين. غريبين هالخبرتين. جوزها لست لميا، يا اما وقع عند السطح، يا اما حدا دفشه. وسامي يا حدا في دغله راسه، يا وقع اجى راسه على الحجر. قلبي مش مطمئن. ان شاء الله تكون مطمئن. كيف يا يوسف؟ ليه ساكت؟ هل عندك تعب؟ أنا ما بدي أعتذر، بدي أحكي لك فش خلق. قل أنا سلمى اللي حب عبا. سلمى؟ تحب أن سلمى؟ لا تجوز بنتها مثل خمال سلمى. عم تجوز بنتها بدها تضل قريب منها. هذا مش حديث. انا ما فيني امشي بالليل. لازم نحكي انا وياك. اكيد على العشاء يا يوسف. هو هيك قال لي. بيكون صار واصل. انا راح له شوف. بركي فتح من ورا من باب السكرستيه. انت ما معك مفتاحك؟ لا، مفاتيحي مش معك. يوسف سليم سالم، أتريد أمة الله الواقفة هنا زوجة لك؟ ما فينا نكمل هيك أنا وياك. خلص معصبة، حسي بالذنب.
مع أول على آخر كلنا رح نموت. نعم. وأنت يا ريما نجيب نادر، أتريدين عبد الله الواقف هنا زوجا لك؟ نعم. على اسم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، نكلل عبد الله يوسف على أمة الله ريما، فأنه ما عدا الموت لا شيء يفرق بينه.